العام 2024 راح يكون عام التذبذب، لأنه هيدا عام التحولات، تحول الفدرالي من سياسة مالية تشددية لسياسة مالية توسعية. هو عام التباطؤ الاقتصادي، حتى احتمال الركود الاقتصادي. هو عام الجيوسياسية، يعني مثل ما عم نشوف الأمور بعد شوي متوترة. فرح يكون عام نحن نتوقع فيه تقلبات أكثر بكثير من 2023. طيب، في ظل هذه التقلبات المرتقبة نتيجة هذا التغير الواضح المرتقب أيضا في السياسات النقدية أو التحول أو هذا البيفت المرتقب، ما هي الأصول التي من الممكن أن تحافظ على مكاسبها التي حققتها في عام 2023؟ وأي أصول ستكون تحت المجهر وستكون معرضة للضغوط في حال حصل هذا البيفت في السياسة النقدية بشكل سريع؟ بالنسبة للتكنولوجيا، أسهم التكنولوجيا هي كانت الرابح الأكبر بال 2023. اليوم 2024 إذا الأرباح تبعها ما لحقت، هي رح تكون أحد الخاسرين. الرابح رح يكون سمول كابس، يعني رأس ال 2000 هو رح يكون الرابح، وشفناه بآخر العام بعد البيفوت هو كان الرابح مقابل التكنولوجيا. الذهب رح يكون برأينا رح يستمر بالربح، رح يستمر كملاذ آمن للمستثمرين. وبالنهاية كل شيء فيكس إنكم، عائد الثابت القصير الأجل والمتوسط الأجل. يعني حتى السندات، كانت سندات الخزانة الأمريكية تختتم عام 2023 بأول مكاسب سنوية لها في نحو 3 أعوام رغم هذه التقلبات التي كنا نشاهدها. دكتور، يعني ماذا نتوقع أيضا على صعيد هذه السوق؟ كله بيرتبط بالفيدرالي، إذا رح يبلش يخفض أسعار الفايدة أو لا بضوء التباطؤ الاقتصادي اللي بده يصير بالنهاية، أو احتمالية الركود الاقتصادي. هلا الربح اللي شفناه على أسواق السندات الخزينة الأمريكية كان يمكن متسرع شوي، ممكن نرجع نشوف انخفاض بقيمتها أو ارتفاع اليلد عليها، لأنه كل ما يرتفع اليلد كل ما خفت قيمتها، هيدي ممكن نشوف تراجع فيها شوي لحد ما يصير في عنا وضوح اكثر بالنسبه لسياسه الفيدرالي. هلا في عنا السياسه الماليه او الفيسكال بوليسي للحكومه الامريكيه هي توسعيه بشكل كثير كثير كبير. عم نشوف الدين الامريكي عم يرتفع بشكل كثير كبير، والعجز بالنسبه للبادجت الامريكيه. فهو اذا تكملت هذه السياسه التوسعيه بدنا نراقب الدين وين بده يروح، لانه هذا خطر على القطاع الماكرو ايكونومي. طيب، مسألة الديون ربما تكون من المسائل المثيرة في عام 2024، نظرا لأنه هو عام انتخابات وكل من الجمهوريين والديمقراطيين المرشحين يعني سيكون أمامه هذا السؤال وهذا الطرح كأكثر الأسئلة والطروحات المثيرة وتحت يعني الضغط باتجاه الناخبين. كيف برأيك سيكون الوضع فيما يتعلق بهذا الملف مع اقتراب يعني مهل جديدة تتعلق بسقف الدين في عام يكون عام انتخابات، وكيف سيؤثر ذلك على معنويات المستثمر الأمريكي؟ هلا بالنسبه للبيفت تبع الفيدرالي، مع انه الفيدرالي هو يعني مؤسسه مستقله، بس هذا البيفت المفاجئ جدا اكيد مرتبط بعام الانتخابات 2024. هلا بالنسبه للسياسه الماليه الفيسكال بوليسي الانفاق الحكومي، بنتوقع انه يكمل طالما الديمقراطيين هم هن مسيطرين، بده يكمل لانه اكيد سنه انتخابيه. هلا حتى بالديمقراطيين عم نشوف اصوات عم تقول انه لا لازم نتمهل شوي، عم نزيد شوي بالانفاق الحكومي. بالنسبه للجمهوريين بنتصور بده يصير صدام مع الديمقراطيين، انه الجمهوريين مش موافقين ابدا على هيدي السياسه التوسعيه الشديده وارتفاع الدين، فبنتوقع يصير في صدام بالكونغرس. يعني كل ما يصير في رفع لسقف الدين بده يصير صدام، وصدام جدي، خاصه انه هي سياسه يعني عام انتخابي 2024. فعشان هيك عم نقول رح يكون يعني عام مثير جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى النقدي، لانه بالسياسي بده يصير صدام، ما في مهرب منها بامريكا، جمهوريين وديمقراطيين. طيب، على صعيد أداء الشركات دكتور، يعني ارتباطها بهذه العوامل، ما هي التوقعات برأيك؟
بالنسبة للشركات التكنولوجية لكل الأعين عليها، نتوقع أنه يصير في تباطؤ بأرباح شركات التكنولوجيا. إذا بنحكي بس عن أنفيديا، يعني أنفيديا صار في ربح كتير كبير فيها بفضل الطلب الصيني، لأنه مثل ما بنعرف الرئيس بايدن عامل سياسة جديدة بمنع تصدير التكنولوجيا للصين، التكنولوجيا الحساسة. فاليوم الموردين الصينيين اشتروا كمية ضخمة من أنفيديا شيبس قبل ما هيدا المنع ينوضع يعني put into practice. فاليوم هيدا الطلب اللي شفناه من الصين ما بنتوقع يرجع يتكرر، يعني هيدا كان one off. وتاني شيء بالنسبة لانفيديا، إذا بنطلع على أرباحها هي جاية من زبونين كثير كثير كبار هن بيعملوا إعادة بيع. بالنسبة للشركات الأخرى كمان نتوقع يصير في تباطؤ بأرباحها. هلا بالنسبة للشركات الأخرى كله مرتبط بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو عدمه. نحن بنتوقع يصير في تباطؤ اقتصادي لأنه هيدا ما في مهرب منه، وهيدا بده يؤدي لتباطؤ أرباح الشركات كمان. فيا أرباح الشركات بدها ترتفع لتلحق الرالي اللي صار بالأسواق الأسهم، أو أسواق الأسهم بدها تنزل شوي لمستوى يعني التقييمات تكون طبيعية. يعني دكتور، حتى البعض يقول حتى مع بدء الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية، الأمر يعني سيستغرق وقت أطول، ربما حتى يعني هذه الظروف تتدفق إلى الشركات، يعني تكون هناك يعني ظروف ملائمة أكثر لها ولنمو نشاطاتها وعملياتها أو توقعات أدائها. بالتالي عن أي انتقائية الآن نتحدث في المرحلة المقبلة؟ هل لا زالت هي الأفضل في اختيارات الاستثمار الانتقائية؟ لأن البعض يقول بالمقابل أنه من سعى إلى الانتقائية فوت قطار S&P 500. هلا تفويت الرالي اللي صار على اس ام بي 500 كان هو مربوط بالتكنولوجيا، سبع اسهم فقط. اذا بنطلع على ال 493 سهم بالاس ام بي، يعني ما كان في رالي امبرسيف، يعني طلعنا لمستويات شفناها بديسمبر 2021، ما صار يعني رالي عجيب. اليوم اللي نحن عم نطلع عليه هو الراسل 2000، يعني نحن بعد الفيد بيفت فورا، يعني ثاني يوم نهار الخميس بدأنا بشراء الراسل 2000، لأنه السمول كابس ميد كابس اليوم بدهم يلحقوا هيدا الرالي. الرالي اللي صار على أسهم التكنولوجيا خلص، يعني ستيم تبعه خلص، ما بنتوقع يرجع يصير رالي قوي جدا على هيدي الأسهم. فاليوم بدنا نطلع على سمول كابس وميد كابس. أنا بوافقك الرأي، يعني على قليل الربع الأول وحتى ممكن الربع الثاني بال 2024 ما نشوف تأثير كثير كبير على الشركات على المستوى الأساسي على الفاندمنتال، بس لاحقا بال 2024 هيدي بدها تبلش، خاصة لما الشركات ترجع تبلش تعمل ريفاينانسينج على أسعار فادية عالية أكثر من 4 و4.5%، هيدي بدها تأثر على ميزانيتها. دكتور ريان ليموندا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا اليوم للحديث حول اتجاهات الأسواق وتوقعات الأسواق العالمية. كل عام وانت بخير.